حياة الشاب الخضر المظبوطة زميلي اللي من العتاولة على حق بقى، فاهم؟ لازم اول حاجة ما تتكلمش بسرعة، تتكلم واحدة واحدة زميلي وترزمن في الكلام عشان الكلام ما يقعش منك وحد يلم وراه. ما ينفعش، ما ينفعش تفخد الكلام اخو حمادة. لازم من تحت كده صعب، دي اصول انت جاي بتقل من نفسك. لا واحدة واحدة. عامل ايه يا ابن جيتي؟ عامل ايه يا اخويا؟ مش عايز اي حاجة؟ الله يحنن عليك يا اخويا. هو معدي صاحبي بيسلم على واحد بقاله كتير ما شافوش، عندك واحده حمو فيجيله ليه يا عم؟ في ايه؟ انا كنت مختفي وما سالتش عليا. في ايه؟ انا لسه مروح امبارح يا اخويا. في ايه يا عم؟ اتعكشت عكشه اندومي. بس انت فاهم اخوك على ايه؟ عكشه اندومي دي يا صاحبي يعني هو اتمسك ماسكه مش بتاعته، يعني هو مظلوم بس ما ينفعش اللي هو مظلوم عشان هو ما حدش عارف يظلمه. هو اتعكش عكشه اندومي يا زميلي بس ربنا فكها عليه عشان انت عارف هو على ايه. صاحبي هو بيحب اي حد، واي حد على قلبه زي العسل ما عدا حاجه واحده وهم السبب في اي حاجه. يعني هو لو صحى من النوم مثلا لقى الفطار مش بتحضر له هيطلع من البلكونه يا مرشدين يا اولاد. اي حاجه المرشدين يا صاحبي، يعني هو لو خز صغير مؤجر كرنك وقع المرشدين السبب، فاهم؟ البرنامج اللي بتتفرج عليه اتاخر شويه المرشدين السبب، هم المرشدين السبب في اي حاجه يا صاحبي. اللي انت هتموت عليها ام عبايه سودا يا زميلي، انت شوف بتحوم حواليها قد ايه. هو بواحده ايه؟ خلص يا باشا، اعلى ليفل خالص خالص يا باشا. دي ام ادم، هو مفيش ادم ومش هيبقى فيه ادم، بس هي ام ادم دي العيال يا زميلي عادي. بس هي بقى لو فكرت تفخد في الكلام هتدعي على تموت في الشارع قدام اي حد، ولو راجل جدع حد يتدخل هيتقل منه وهيتقل منها. يعني ايه يا صاحبي بقى معترض اللي هو بيكلمها؟ يعني ايه معترض يعني؟ هو انا يعني وحش؟ هو انا ما شرفكش يا عمنا؟ طب عمنا شوف بقى مين هيقرب لها بقى. روحي بقى روحي مشاها بجردات انت بقى عمنا عشان خاطر هو خلاص هي بقت في دماغه كده خلاص عششت. انت روح اقضي مصالحك وروح لف الدنيا كلها وقاعد عامل كده. هو واقف على الامه صاحبي عادي، واحد معدي بيمد بيلحق شغله بيجري، هو كده في حكايه ولا في ايه؟ مع مين؟ مالك؟ معدي عادي معدي عادي يعني مفيش يعني مفيش يعني ايه مفيش حكايه؟ يعني ايه مفيش حكايه؟ ممكن يبيع مخدرات، ممكن يبيع كيمياء، بس ما يبيعش زميلي. يعني انت دلوقتي لو عندك فرحه في الجيل فانت دخلت الفرحه ديت فاداكل المايك مثلا الديجي، هتمسي على مين؟ على الناس اللي قاعده. لا يا باشا هو يمسي على الغايب قبل الحاضر يا صاحبي. الفرحه مش لازماني من يوم ما غبت عنا حمو حلواني. اه والله يا صاحبي الناس الغايبه اهم من الناس الحاضره يا صاحبي، وربنا يفك ديقتهم والذكرى العطره. وفي وعدك بموت والشعر بيبرق يا صاحبي بيبرق طرح. وهو الشعر يا صاحبي كده كل فراغ بين ده وده قد التاني بالملي، وهات مسطره واتاكد من اللي بقول لك عليه يا صاحبي. لوحه فنيه فعلا، فاهم؟ دي لوحه فنيه والله العظيم يا صاحبي. انا نفسي اعرف هو بياخد وقت قد ايه. والله العظيم يا صاحبي كنت قاعد على الطريق قبل كده، فالطريق يا صاحبي مكسر بيتسفلت، ففي واحد معدي سواق توك توك، فهو صاحبي والله العظيم ما لابس الكاب، هو الكاب على دماغه فوق فوق خالص كده، فهو معدي في الحته تكسير. فانا شفت مشهد هو معدي صاحبي عامل كده بالتوك توك الكاب تك 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 تك. يابا ما هو برضه احلى صباح صباحا. يابا ما انت لو سالت عليا مش هيحصل مشكله، ما انت لو اديتني شويه من اللي في ايدك هبقى متسلطه، ما انت لو اديتني من اللي في عينك هبقى متكيف. ده مش تفخيم ده اكيد. انزل يا متصيط. الواحد ربك هو الواحد، اتنين يا الحسن يا الحسين، تلاتة بالله العظيم ما جاينا تاني، أربعة صحبتنا حلوة مربعة، الخمسة عدد صوابع الكف، الست ست شهور فتح مطر، السبع بعد رجال بعد العز رمى الأرض.